دغري نختار حرفاً آخر. هيا يا كريم، ارمي الكرة. انتبهي يا جنى، لقد طارت بسبب الهواء بعيداً. لنذهب للبحث عنها. لقد وجدتها، لقد وجدتها. هل تعيدين إلي الكرة أيتها الهرة؟ ها ها ها، أنا هرة لطيفة، هل يمكنني اللعب معكم بالكرة؟ بالطبع، هيا بنا. ها هو هي، ها هو هي. أنا هرة ألعب في كل مكان، لطيفة نظيفة مليئة حنان. ها 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 ها. أنا هرة ألعب في كل مكان، لطيفة نظيفة مليئة حنان. ها 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 ها. لنكتشف كيف يتغير شكل الحرف حسب موقعه في الكلمة، اضغطوا على الصورة لنسمع الكلمة. هلال، مهرج، وجه. اضغطوا على الوعاء الذي يحمل حرف الهاء لتشرب الهرة الحليب. ها. ها. ها 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 إذا وصلنا هذه النقاط سنكتب الحرف. افعلوا كما فعلت. ها. هرة. ها. لنجمع ونستمع إلى المدود القصيرة والطويلة. هي ها هو هو ها هي هي هو ها هو ها هي
هي هو هو ها. هل أنتم مستعدون للتعرف على صديق جديد؟